وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة، الرائحة المنتنة الكريهة. فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها، وكل روح تميل إلى ما يناسبها. ولهذا يذكر عن السحرة والكهنة وغيرهم من إخوان الشياطين أنهم في أجسامهم وفي أماكنهم، في أجسامهم وفي أماكنهم ومواضع جلوسهم تظهر منهم الروائح الكثير الكريهة والروائح العفنة، هذه الروائح محببة للشياطين وهم إخوان للشياطين، ولهذا أصبحوا على رائحة تميل إليها الشياطين، لأنهم يحبون الروائح الخبيثة المنتنة، والملائكة تحب الروائح الطيبة. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص دائما على الابتعاد عن الروائح الكريهة.